السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي، نتمنىكم إن شاء الله تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي فن الطبخ مع سناء الفاسية. كما عودتكم ديما وصفات سهلة وبسيطة في متناول الجميع إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة للفيديو للوصفة ديال اليوم، غنديروا واحد لاطة ديال السردين بالرز كتجي راه، والخضر كتجي الصراحة رائعة وزوينة وما تشبعوش منها، بواحد الطبقة مقرمشة من الفوق وداك المذاق ديال الرز كيجي خطير ورائع صراحة، بواحد المقادير سهلة وبسيطة بإمكانكم تحضروها في واحد الوقت وجيز. دابا إن شاء الله بإذن الله نخليكم مع الطريقة والمقادير، وما تنساوش تفرجوا في الفيديو من الأول حتى الأخير، كاين نصائح بإذن الله. دابا غادي ندوزو إن شاء الله بإذن الله باش نصوبوا داك اللاطة ديال السردين والرز اللي كتجي رائعة البنات، بواحد المذاق زوين. انا ديما كنديرها لوليداتي وصحيه، والوليدات كيبغيو السردين بهذه الطريقه. عندي هنايا السردين الكميه اللي بغيتوها البنات، انا كناخذ ديما داك السردين نقي وكيعجبني دغيا دغيا كتدخل فيه الشرموله، والسردين طري هانتوما شوفوا البنات. عندي هنايا واحد الكاس د العنبه ديال الرز اللي سلقته نص سلقه على هذا الشكل، كناخذ واحد جوج فليفلات، جوج بصيلات، جوج مطيشات. عندي هنا واحد ثلاثه الفصوص كبار ديال الثومه وحامضه. عندي هنا واحد زليفه صغيره ديال القزبر ومعدنوس. بالنسبه للعطريه المليحه، الابزار، الكمون، فلفله حمراء. هادو هما المقادير البنات، صدقوني كيجي كتجي هاد اللاطه ولا طويجن كتجي رائعه الصراحه. تبعوا معايا الطريقه ديال التحضير ديالو. اول حاجه غادي ناخذوا اللاطه ديالنا، اي لاطه اللي بغيتوا نتوما ديروها فيها. غادي نبداو بالبصيلات ديالنا البنات، هما الاولى كنقطعوهم شرائح رقيقه على هذا الشكل. من بعد ما البنات ما حكيت داك نص بصيله اللي خليتها وداك ثلاثه الفصيصات ديال الثومه، دابا غادي نضيف هاد القزبر ومعدنوس. كيبغي القزبر ومعدنوس. هاد الشرميله غادي نشرمل بها الحوت، وغادي نشرمل بها حتى الخضيره البنات على هاد الشكل هكا. غنضيفو داك العطريه كامله، وغنضيف لها داك العصير ديال الحامضه. ما كنضيف لها لا ما لا حتى شي حاجه، انا كتعجبني العطريه الشرموله تكون ثقيله. صافي على هاد الشكل البنات كنمزجوها. غادي نشرملو واحد الجزء منه، غنشرملو به السردين، واحد الجزء نخليه تنزيد عليه لاصوص ان شاء الله باذن الله. وغادي نضيفو اللاطه للرز وداك الخضار. دابا غادي نشرمل داك السردينات ديالي، نحاول ندخل لهم داك الشرموله لداخل على هذا الشكل. غادي نستمر هكا حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي البنات. خليكم معايا لتتمه الفيديو. بعد ما شرملت داك السردينات ديالي كاملين على هذا الشكل، غادي نحاولوا باش نستفوهم فوق اللاطه ديالنا، يعني كيف ما بغيتو نتوما. من بعد البنات هانتوما ما استفزك السردينات ديالي على هذا الشكل، صدقوني كتجي هاد اللاطه زوينه. دابا غادي ندوزو ان شاء الله باذن الله باش نكمل لاصوص اللي غادي نسقي بها هاد اللاطه.
هذه هي داك الشرموله اللي خليت قبيلات، وعندي هنايا داك جوج مطيشات اللي حكيتهم، نحاول باش نمزج هاد ونضيفوا لي واحد القليل ديال الملحه، لان ضفنا مطيشه شويج الملحه، واللي كيبغي اللون يضيف شويج ديال الفلفله حمراء. هانتوما البنات غنضيف واحد شويج ديال الملحه ونزيد واحد القليل ديال الفلفله حمراء. صافي البنات على هذا الشكل، هذا كتجي هاد لاصوص صراحه زوينه اللي كنحكوا لها مطيشه. ما غنضيفوا لها البنات لا ما لا حتى شي حاجه، غادي هاد لاطا غطيب غير في داك المي ها ديال الخضار ديال البصله والفليفله ومطيشه، يعني انا راه دغيا كيطيب لنا السردين. صافي غادي ناخذو وغادي نسقيو ان شاء الله هاد اللاطا. صافي البنات دابا من بعد ما وجدت هاد لاطا ديالي غادي ندخلها للفران ان شاء الله باذن الله. الفران يكون مسخن من قبل ونقصو عليه النار تكون معتدله، ونخليوه من با واحد 30 دقيقه كيكون واجد، لان كتعرفوا بين السردين دغيا كيطيب، ما عندناش هنا شي خضار اللي غادي تقبط لنا الوقت، ما دايرينش البطاطا اللي كتقبط لنا الوقت، وبالنسبه للروز راه مسلوق مسلقه. صافي البنات غادي ندخلها الفران وخليكم معايا ان شاء الله باذن الله لتتمه الفيديو. نجيو البنات باش ندخلوه للفران، نسيت ما قلت لكمش هذه المعلومه، انا ما كنديرش الزيت من بلوله، حتى كنجي ندخل الفران وكندير واحد الخويطه ديال الزيت بلديه من الفوق لهاد الشكل البنات. انا ما كنديرش الزيت بزاف لهاد اللاطه، تقريبا واحد جوج معالق كبار هكا ديال الزيت بلديه، كنديرها خطيطات هكا من الفوق. ولا بغيتو حتى تقربوا تخرجوا عاد ضيفوه. صافي على هاد الشكل البنات، دابا غندخلو ان شاء الله الفران. ما تنساوش تغطيوه بورق الطهي وعاد ديروا الالومنيوم من الفوق، على ما يطيب لنا عاد زولوه وخليوه يتحمر ان شاء الله، ياخذنا داك التحميره اللي كيتحمر من الفوق. وصافي البنات، هانتوما البنات من بعد ما خرجت اللاطه ديالي من الفران راه مازال سخونه، كتجي الصراحه رائعه، واحد اللاطه اللي زوينه الصراحه بزاف، كتستحق منكم باش تجربوها. السردين بهذه الطريقه كيجي صراحه زوين. انا بعض المرات كندير نفس هذه الطريقه، ولكن كنديرها في الطاجين ديالنا البلدي، الطاجين المغربي. هانتوما البنات نوريكم الرز، كما كتشوفوا الرز ما كيجيش ناشف، داك البصله اللي لتحت ما كتخليش الرز باش ينشف، كيجي الصراحه لذيذ وزوين، كيستحق منكم باش تجربوه. كيجي طبق لذيذ وصحي وشهي في نفس الوقت. كما ديما البنات ما تنساونيش بلي لايك ديالكم والاشتراك، وبالنسبه للبنات الجداد اللي مازال ما اشتركوا في القناه يضربوا واحد الطليله على القناه ديالي، يشتركوا ويتفرجوا في لي فيديو ديالي، وما ينساش التعليقات ولا لايك. وشكرا البنات على تشجيعاتكم، كيستحق هاد اللاطا باش تجربوها، راه فعلا كتجي زوينه، والوليدات راه كتعجبهم داك التقرميشه اللي كتجي الصراحه في داك الطبقه الفوقانيه. نخليكم على خير الى فيديو اخر ان شاء الله، وشهيوه زوينه ان شاء الله باذن الله. Thank you.